السلام عليكم. القسام تعرض مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون شرق غزة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. عرضت كتائب القسام مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة. ونشرت كتائب القسام مقطع فيديو يظهر مشاهد من استهداف مجاهدي القسام الآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة. واليوم الأربعاء أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس عن قتل عدد من جنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية مع محاور التوغل. وقد دخلت الحرب على غزة يومها 68، حيث تستمر القوة الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. بالأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.